كما راكم تشوفوا هذا العقار، هذا البائع المتواجد بحي بدريان، يعني ما شاء الله يصلح الانسان يديروا جنان. هذا هو، السلام عليكم السادة المشاهدون، عقار البائع المتواجد بحي بدريان، هذا الكاتشومه هذه، وراح ندخلوا من العقار ان شاء الله. هذا هو المدخل تاع العقار كما راكم تشوفوا، هذا هو المدخل تاع العقار تاع اللي جاي البيع اللي جاي في بدريان. كما راكم تشوفوا هذا العقار، هذا البائع المتواجد بحي بدريان، يعني ما شاء الله يصلح انه الانسان يديروا جنان، حتى ويصلح انه يديروا سكنه، لانه في وسط تجمع سكاني ما شاء الله. الغازو في واصل البلاصه دي، الماء واصل لها، حتى تريستي واصل لها، يعني ما شاء الله بلاصه روعه. يعني اللي يشتري هذا العقار، يعني كما حنا نقولوا يزيد يطيح هذا الديار هذا، نشوف فيه هذو ويديروا جنان كامل، ولا يعاود يدير سكنه لوجمان ويدير جنان ثاني معاه. راه السونتر فيل مش بعيد عليها، يعني بالضبط، يعني كما حنا نقولوا مش بعيده على العياده تاع الهامل، ثاني العياده تاع الهامل اللي حنا رومبت موريس. هذا العقار ما شاء الله، يعني بمساحه كبيره تبارك الله. هذا البلاصه كاع كما شفتوا، هادو الواحد يطيح مكل يعاود يدير بنيه زينه ولا يديروا جنان. وهذا المخرج تاع العقار، المخرج تاع الجنان هذا تاع العقار، نخرجوا منه حتى نوصلوا للشارع، للشارع تاع بدريان. هادو سكان حي بدريان يعني يعرفوا المكان هذا وين تواجد العقار هذا، لانه العقار هذا يدخل عبر هذا الزقاق هذا اللي فيه قرب مترتين بمسافة 10 مترات باش تدخل العقار، باش نخرجوا للشارع هذا. هذا المخرج تاع العقار، هذا هو الشارع، هذا هو الشارع، هذا تاع بدريان، هاي الكاتشومه تخرج بدريان، وهذا المدخل تاع العقار.